ديالك في هذه الدورة هذه افتتاح ديال هذه الدورة؟ يعني كل ما بتزيد عدد الدورات كل ده ما بيؤكد نجاح المهرجان وتقدمه وبتطوره، وبالتأكيد هذه الدورة هتكون أفضل من الدورة الثانية والأولى، والدورة القادمة إن شاء الله هتكون أفضل من الثالثة. الاستمرار هو الأهم للتأكيد على أهمية إقامة مثل هذه المهرجان، للتأكيد على هذا التجمع العربي المهم، للتأكيد على التواصل الإنساني من خلال ثقافتنا ومن خلال فننا ومن خلال مبدعينا ومن خلال السينما بتاعتنا، وإن الموضوع مهم إنها سينما الذاكرة المشتركة، وإن الذاكرة دي بتبقى مهمة جدا للانطلاقة إلى المستقبل.